عدنا لحضراتكم مرة أخرى الحديث عن الانتخابات المصرية، انتخابات الرئاسية المصرية. خلاص احنا بنتكلم في أيام، يعني زي ما قلنا الصمت الانتخابي للمصريين في الخارج، لأن الانتخابات المصرية في الخارج في بداية ديسمبر 1 و2 و3 ديسمبر هتشتغل انتخابات المصريين في الخارج، وبعدها هتكون انتخابات الداخل. خليني 40 ساعة أخد بالظبط كده، خليني أخد الانطباعات حول التحركات المختلفة للمرشحين في الفترة الماضية. زي ما قلت لحضراتكم عندنا مجموعة مؤتمرات، حملات طرق بيوت أو أبواب بتتحرك بالنسبة لحازم عمر، ومؤتمر لعرض الانتخابي فريد زهران متحرك، أيضا عبد السند يمامة مؤتمر. وعايز أقول لحضراتكم أن النهاردة في مؤتمر للمستشار محمود فوزي أيضا، وهو يعتبر المؤتمر الثالث للحملة الانتخابية الرسمية للمرشح عبد الفتاح السيسي، بخلاف المؤتمرات واللي بتعملها أحزاب أخرى نيابة عن أو دعما للمرشح عبد الفتاح السيسي أو دعما لحازم عمر أو دعما لفريد زهران، ودول متحركين في الأراضي بشكل كبير. الملف الانتخابي انت كنت غايب عنه ولكن اكيد بتابعه. لا ما كنتش غايب عنه، لانه انت لما يعني انا تنقلت بين عدد من العواصم الاوروبيه، الجاليات المصريه بتشتغل بشكل كبير جدا، وعندهم قناعه جمعتهم اولا احداث غزه، لكن هم مهمومين بالشان الداخلي ومهمومين بما يحدث داخل الدوله المصريه، وبيتابعوا الانتخابات وبيستعدوا ليها وبيرتبوا مع الجهات المعنيه. انت عندك السفارات كلها أيوة. بتستعد لاستقبال، انت زرت عده عواصم في الفتره اللي فاتت، لاستقبال الناخبين المصريين. ففي الخارج في اهتمام، رغم انه قضيه احداث غزه مسيطره بشكل كبير، لكن الجاليات المصريه مهتمين بما يحدث في الداخل. في الداخل انت هناك نشاط ملحوظ للمرشحين الاربعه، يعني للحملات الانتخابيه بتاعتهم. شفت عدد من المؤتمرات، شفت تصريحات، شفت رؤى وبرامج، شفت برامج تلفزيونيه يعني فيها لاول مره تستشعر انه في مساحات للمرشحين يعبروا فيها عن افكارهم، عن برامجهم، عن رسالتهم اللي بيبعتوها للراي العام. حتى في بعض المؤتمرات لبعض المرشحين كانت هناك لغه حاده يعني، ورؤى سياسيه، ويعني انا مبسوط من 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 الحاله اللي احنا بناكد عليها. انا شفت بعض هذه المؤتمرات، وشفت فيها رؤى جديده، شفت افكار اقتصاديه يعني حاده جدا، بتخالف ما يتم في الوقت الراهن، وده معناها انه المرشحين اعدوا العده بشكل جيد، عندهم مساعدين ليهم أعدوا لهم برامج خاصة بكيفية الخروج من المأزق الاقتصادي اللي احنا بنعاني منه. بعضهم بيتكلم عن كيفية تخفيض الأسعار، بعضهم بيتكلم عن زيادة الرقعة الزراعية، بعضهم بيتكلم عن مشروعات قوانين مهمة جدا زي قانون الإدارة المحلية، بعضهم بيتكلم عن ثورة تشريعية ورغبته في تعديل قانون الإجراءات الجنائية وقانون العقوبات. لا، الحملات الانتخابية بدأت، الأمل معقودة أن تنجح هذه الحملات الانتخابية في أنها تخرج المصريين للتصويت، لأنه أنا لدي اعتقاد أنه نزاهة أي عملية انتخابية ونجاح أي عملية انتخابية هو خروج الناخبين لممارسة حقهم المشروع في التصويت لاختيار المرشح. يعني أنت مطمن على, 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 على مشاركة المصريين في الخارج؟ مطمن، وأمل أنها تكون بنفس الكثافة اللي تمت في الانتخابات الماضية. دكتور عبدالله، أنا برضو مطمن برضو، لأن الحراك اللي تم في أحداث غزة وشفنا المصريين في الخارج والعرب كل متفاعل تفاعل كبير جدا. من المكتسبات اللي تمت بعد 2011 هو تصويت المصريين في الخارج، وشفنا قد إيه اهتمام المصريين بالخارج، لأن طبعا يعني كان بعض الناس يقول لك إيه ده بيعايرونا، إن إحنا طب يعني أنتوا في انتخابات وأنتوا مالكمش علاقة بدولتكم، وكان معظم الدول كان بتجري انتخابات وبنشوف الناس واقفين امام السفارات بتاعتهم، واحنا ما كانش الحق ده موجود للمصريين في الخارج. اما واصبح لهم الحق في التصويت، احنا شفنا اهتمام كبير جدا، وشفنا الجاليه العربيه، وطبعا يمكن احنا بنشكر طبعا العديد من الدول العربيه لان هم بيسمحوا بهذه الانتخابات وعلى ارضهم،
وبيبقى الامر طبعا يعني البعض بيتخيل، لان هم كثير من الدول العربية ما لهاش علاقة بالانتخابات، ما عندهمش مثلا انتخابات على رئاسة، انتخابات على برلمان وإلى خلافه. فعندنا لما يحدث هذه الانتخابات للمصريين في الخارج واستحقاق دستوري هام، أنا أتخيل إن شاء الله احنا بنتكلم في خلال 48 ساعة، خلال 48 ساعة هنشوف إن شاء الله بإذن الله تعالى اصطفاف في 137 سفارة وقنصلية تقريبا على مدار 121 دولة اللي هيتم إجراء فيهم الانتخابات الرئاسية إن شاء الله. فأنا عندي تفاؤل كبير جدا إن إطلاق أول شرارة للانتخابات الرئاسية بقوة هتكون من خلال المصريين في الخارج، وخصوصا السفارات في الدول العربية ودول الاتحاد الأوروبي إن شاء الله. دكتور صبحي، سريعا، احنا في انتظار ان احنا ننتقل بحضراتكم لمتابعه المؤتمر الانتخابي الثالث المستشار محمود فوزي الحمله الرئاسيه للمرشح عبد الفتاح السيسي. نقطتين بسرعه جدا. النقطه الاوليه اكمل على كلام الاستاذ عصام في موضوع اتكلمنا فيه قبل كده، حكايه الرؤى والافكار اللي تطرح وهي جيده ومن حق المرشحين ان هم يمكنوا من ذلك، وانما انا بس بحط تاني بنكمل، ولكن هذه مجرد رؤى والموضوع استراتيجيه ما اتكلمنا مره قبل كده. لو الوقت لسه ما خلصش اخر لسه حاجه هنرجع تاني، بدا المؤتمر هنشوفه ونرجع نعلق عليه، نروح نشوف المؤتمر. بسم الله الرحمن الرحيم. السيدات والسادة الصحفيين ورجال الأعمال ورجال الإعلام ممن شرفونا اليوم في مقر الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي السيد عبد الفتاح السيسي، أهلا وسهلا بحضراتكم جميعا، وأرحب بكم وأشكركم على جهودكم الكبيرة في نقل صورة حية عن المشهد الانتخابي في جميع مراحله، وأشكر أيضا تواصلكم وحرصكم المثمر في جميع في تغطية جميع حملات المرشحين الانتخابيين، ومن ضمنهم حملتنا حملة المرشح الرئاسي السيد عبد الفتاح السيسي. فالانتخابات الرئاسية تشهد ثلاثة متنافسين آخرين يعرضون برامجهم بحرية تامة ويظهرون في كل وسائل الإعلام والصحافة، والحقيقة ده بفضل حضراتكم. لقاؤنا اليوم بمناسبة قرب تصويت المصريين في الخارج، واللي هيكون إن شاء الله يوم الجمعة والسبت والحد الجايين. وفي هذا السياق أود أن أتوجه بالشكر إلى الهيئة الوطنية للانتخابات لما بذلته وتبذله من جهود للاستعداد للعملية الانتخابية خارج مصر، والتي ستجري في 137 سفارة وقنصلية في 121 دولة. 121 دولة فيهم 137 مقر حول العالم، وصدر قرار من مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات بتحديد المقرات والعناوين. مش بس كده، أنا أحب أن أنا أشكر الهيئة الوطنية للانتخابات أيضا على عقد لقاءات افتراضية مع السفراء والقناصل رؤساء اللجان الفرعية بسفارات وقنصليات مصر في الخارج، حيث تم استعراض القواعد الاسترشادية والضوابط الحاكمة للعملية الانتخابية خارج البلاد، والرد على كافة الاستفسارات القانونية والتنظيمية ذات الصلة، فضلا عن متابعة الاستعدادات الخاصة بالبعثات الدبلوماسية بالخارج. السيدات والسادة الحضور الكريم، حابين نعرض على حضراتكم ملخص لما قامت به الحملة خلال الأيام الماضية. احنا كنا أعلنا عن طريقة عمل الحملة، وكنا قلنا لحضراتكم ان احنا عقدنا لقاءات مع خبراء ومعنيين في جميع المجالات للاستفادة من خبرتهم وعلمهم لإضافتها ضمن رؤية مرشحنا للسنوات القادمة، وبالفعل كانت لقاءات مثمرة. احنا عقدنا 110 لقاء بإجمالي 2750 زائر ضمن 18 فعالية خارجية
وقابلنا 315 جهة. تاني 110 لقاء، 2750 زائر، 18 فعالية خارجية، وقابلنا 315 جهة. وقبل ما أقول لحضراتكم أبرز ما تم الوصول إليه في هذه اللقاءات، حابب أأكد أن الحملة أولت اهتماما كبيرا وخاصا للمصريين في الخارج، فحرصنا على عقد 40 لقاء فيديو كونفرنس لمصريين في الخارج من 60 دولة، تواصلنا خلالها بشكل مباشر مع أكثر من 750 مصري. بس ال 750 مصري دول من رؤساء الجاليات في بلادهم، شخصيات مؤثرة، وأيضا من القيادات الطبيعية في الأماكن التي يعيشون بها. كانت الأرضية المشتركة لجميع هذه الاجتماعات أن الإنسان أولا، وهو ما يتفق فلسفة ونهجا مع رؤية مرشحنا الذي يعمل بسعي لا يكل لتوفير حياة كريمة لكل المصريين. وترتكز فلسفة الرؤية الانتخابية للرئيس عبد الفتاح السيسي على ضرورة استكمال المشروع التنموي الذي خرج من رحم ثورة 30 يونيو 2013، والذي اعتمد أيضا على رؤية مصر 2030 التي ساهمت في التغيير من الأسفل إلى الأعلى على كافة المستويات. وسوف يعني أنتهز هذه الفرصة لأعرض بعض الملامح العريضة لهذه الرؤية. كما تعلمون هذه الرؤية تنقسم إلى محاور سياسية واقتصادية واجتماعية، وإحنا شرحنا قبل كده ليه رؤية. الرؤية بتتضمن أهداف بيندرج تحتها برامج وعدد لا نهائي من المشروعات. ويكفي أن أنا أقول أن إحنا في التسع سنوات الماضية أقيم في البلاد 15,000 مشروع. 15,000 مشروع لم يكن ال 15,000 دول ضمن يعني برنامج انتخابي محدد، إنما استلزمتهم وبحكم الضرورة تحقيق أهداف. فبالتالي تحقيق الأهداف هو الطريقة العملية الصادقة في طرح مثل هذه الرؤى الانتخابية. طبعا لو اتكلمنا عن المحور السياسي، احنا هيبقى من اهداف المحور السياسي في رؤية مرشحنا زيادة التعددية وتنشيط الحياة الحزبية، وتبني نظام انتخابي يوسع التمثيل النيابي، ودي حاجات احنا شاهدنا مناقشتها في جلسات الحوار الوطني، المزيد من دعم اللامركزية وإجراء انتخابات المحليات، تعزيز منظومة حقوق الإنسان بجميع أنواع الحقوق وجميع أجيال حقوق الإنسان، واستمرار دعم منظومة العدالة الناجزة، تعزيز دور النقابات والمجتمع المدني، تعزيز تمكين المرأة والشباب، واستمرار جهود الحوكمة ومكافحة الفساد، وطبعا بطبيعة الحال تأهيل وتدريب الجهاز الإداري للدولة وميكنة الدولة بشكل كامل. طبعا احنا حريصين على ان احنا نضع اهداف اكثر طموحا واطلاق طاقات المجتمع بشكل يعني يجعل دائما حركة الشعب مستمرة لتحقيق هذه الاهداف. فيما يتعلق بالمحور الاقتصادي، فمن اولويات المحور الاقتصادي مواجهة التضخم وزيادة الانتاج، توطين الصناعة، زيادة الرقعة الزراعية، جذب مزيد من الاستثمار الخاص، تحقيق الاكتفاء الذاتي وتقليل الاستيراد، تمكين القطاع الخاص، والتركيز بشكل أساسي على مشروعات النقل والطاقة. نسعى إلى حرية أكبر وحرية أكبر وأوسع وحركة أكبر وأوسع للمجتمع المدني وللقطاع الخاص في المرحلة القادمة. بالنسبة للمحور المجتمعي، فنحن ماضون في طريق مزيد من التمكين الاقتصادي للمرأة. فيما يتعلق بالتعليم ستكون له أولوية أولى وكبرى تمويلا وتطويرا، ده بالنسبة للتعليم ما قبل الجامعي. بالنسبة للتعليم العالي، فسوف ندعم مزيد من حرية الابتكار، وندعم منجزات البحث العلمي وترجمتها إلى مخرجات صناعية تدر عوائد على أصحابها. فيما يتعلق بالعمران، فنحن مع زيادة مساحة العمران ورفع جودة خدمات المرافق العامة التي تقدم للناس. والحقيقة أننا دايما في رقم لا أمل من تكراره،
عاشت مصر 7000 سنة، عمر الدولة المصرية 7000 سنة، طول عمرها في أقصى درجات توسعها عاشت على 7% لحد سنة 2014، 7% من مساحة مصر سنة 2014. النهاردة في سنة 23 مصر تعيش على 14%. في العشر سنين زادت مصر 100% من حجم العمران، 100% من حجم العمران. ده معناه ايه؟ معناه مشروعات، معناه تشغيل، معناه 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 معناه. طبعا يعني سيكون للثقافة وتطوير الوعي الدور الأكبر في المرحلة القادمة. دي ملامح عريضة زي ما حضراتكم عارفين سيندرج تحتها عشرات إن لم أكن يعني مخطئا آلاف المشروعات. السيدات والسادة، أيام وتبدأ انتخابات الرئاسة المصرية، والبداية دايما بتكون بالمصريين في الخارج أيام 1 و2 و3 ديسمبر، والمتعارف عليه أن في أي انتخابات رئاسية أنها بتكون مرحلة فاصلة يتحدد بها شكل الدولة ومستقبلها. لكن هذه الانتخابات في هذه الظروف لها أهمية خاصة. حضراتكم شايفين الوضع الإقليمي الحساس وتحدياته على حدودنا الجنوبية والغربية والشمالية الشرقية. مش بس كده، التحديات الاقتصادية اللي العالم كله بيمر بيها، بس مصر لحد دلوقتي قادرة تقف ثابتة. لا شفنا عندنا سلعة ناقصة ولا البلد ثابت حد في ظروف الصعبة، وطول الوقت الفئات الأولى بالرعاية، الدولة كلها شعب وحكومة ومؤسسات واقفة كتف في كتف علشان تدعمها، وهي دي قوتنا، ازاي دايما نقدر نقف كتف في كتف. علشان كده عاوزين الأيام 1 و2 و3 ديسمبر نقف كلنا مع بعض كتف في كتف مرة تانية، نوري العالم كله مشهد مهيب لاصطفاف المصريين في كل السفارات وفي كل القنصليات في كل مكان، مش خلف شخص بعينه لكن خلف مستقبل البلد اللي كلهم حالفين يبنوه سوا، مشهد يليق بحجم الدولة المصرية ويؤكد على ريادتها. ما هي مصر أم الدنيا، ومصر أم الدنيا مش مجرد كلمة وخلاص، مصر أم الدنيا علشان أولادها وبناتها موجودين بعلمهم وعملهم وحضورهم وخبراتهم في كل مكان في العالم. علشان كده ندعو الجميع للمشاركة. أوجه كلامي للمصريين في الخارج كرئيس للحملة الرسمية للسيد المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، وأؤكد على ما قام به مرشحنا على مدار 10 سنوات، وبقول لهم بلغة بسيطة جدا، الدولة ما نسيتكمش وسعت إليكم بكل ما تستطيع، ولم تدخر وقتا ولم تدخر جهدا ولم تتأخر لتربطكم بوطنكم الأم. فتم تخصيص وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين في الخارج علشان نقدم الدعم والرعاية ونحل مشاكل أبنائنا برا مصر. كمان تم إطلاق منظومة خدمات المواطنين وإطلاق منظومة الشباك الواحد بكل المصالح الحكومية التي تقدم خدمات للمصريين بالخارج، استفاد منها 3.5 مليون مواطن مصري. أيضا لدينا مبادرة تسوية الموقف التجنيدي للمصريين بالخارج التي أثبتت نجاحا منقطع النظير، وإطلاق مبادرة استيراد السيارات للمصريين بالخارج، ومبادرة أصلك طيب لإشراك المصريين بالخارج بمبادرة حياة كريمة، مبادرات تانية كتير. كمان أقامت الأكاديمية الوطنية للتدريب برنامجا تدريبيا افتراضيا لرفع مهارات ووعي المصريات بالخارج للتمكين في ضوء الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030. شاهد من الكلام ده كله أن المصريين في الخارج هم في بؤرة الاهتمام وفي عقل وقلب الدولة المصرية، والدولة المصرية بجميع مؤسساتها ومرشحنا على رأسهم يضع ربط المصريين في الخارج بوطنهم الأم من ضمن هذه الأولويات. بالمناسبة المصريين في الخارج مش بس عدد، سهل جدا ان الاعداد بتاعه المصريين في الخارج اكتر منها في الداخل تصوت، لكن الوزن النسبي والاهميه المعنويه الكبيره للمصريين في الخارج هي التي تجعل الدوله تهتم بهذا الملف، وهي حريصه على ربط المصريين في الخارج وخصوصا وعلى وجه الاخص الجيل الثاني والجيل الثالث من المصريين بالخارج. ان ايام الجمعه والسبت والاحد الموافقين 1 و2 و3 ديسمبر ستكون بحق
أياما مشهودة في لحظات هذا الوطن، سوف تتوجه أنظار العالم أجمع إليكم أيها المصريون في الخارج، وأنتم تخطون بأيديكم فصلا هاما في تاريخ هذه الأمة، ترسمون به ملامح السنوات الست القادمة باختياركم الواعي والبناء، وسوف تهبون لبلادكم الجسر الذي تعبر به إلى جمهورية جديدة تليق بكم وبأبنائكم. وأقول لكم وأشهد الله أن حديثي معكم من القلب، انزلوا إلى صناديق الاقتراع، انتصروا لوطنكم وعبروا عن أحلامكم، وساهموا في حماية وطنكم، واجعلوه نصب أعينكم، واجعلوا مصر القوية العزيزة الأبية هي الهدف وهي الغاية. تذكروا مصر دائما بالخير، فلقد علمنا أعز القائلين في محكم كتابه أن من دخلها كان آمنا بإذن الله، ووصى بها النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه، وهرع إليها عيسى عليه السلام ليحتمي بها، وكلم الله موسى على أرضها، وتزوج وتناسل أبو الأنبياء وخليل الرحمن إبراهيم من بناتها. تلك هي مصر في جميع الكتب والرسالات السماوية، فحافظوا عليها وساهموا في بنائها، واجعلوها دائمة واجعلوها دائما عزيزة رايتها خفاقة. وإذ يبلغ بي القول ختامه، أقول لكم ننتظركم كما عهدناكم في جميع الاستحقاقات السابقة خلف بلدكم مصر، ونرحب بكم في أرضكم وفي كل لحظة وفي كل حين، وإلى لقاء قريب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعتذر لي الإطالة. عدنا لحضراتكم مرة أخرى بعد هذا المؤتمر الصحفي، وهو المؤتمر الثالث للمستشار محمود فوزي، الحملة الرئاسية الرسمية للمرشح عبد الفتاح السيسي. دكتور صبحي، تعليق حضرتك سريعا. هو تعليق النقطة الثانية اللي كنت هتكلم عليها، وهي المشاركة. والمستشار محمود فوزي دلوقتي وهذا المؤتمر في دعوة واضحة جدا للمصريين سواء في الخارج أو بعد كده في الداخل، في تحدي كبير قدامنا وأهمية قصوى ومضاعفة في هذه اللحظة لمشاركة المصريين في هذه الانتخابات. إذا كان البعض يرى ويدرك ويؤمن بأن ما يحدث في هذا الإقليم بالذات في غزة وما تقوم به إسرائيل يتطلب مواصفات لرئيس معين، وأن لديه موقف يريد أن يعبر عنه، أنا بتصور أنه لحظة الانتخابات هتبقى كاشفة لهذا الموضوع، لأنه الدعم اللي تحدثنا عنه المرة اللي فاتت سيشد واللي قبلها لهذه الدولة المصرية، ده صورة أخرى أو آلية أخرى لإيضاح حجم هذا التأييد لهذه الدولة المصرية، سواء على الملف الخارجي أو الملف الداخلي، لأن احنا إذا انتخابات فرض عليها الملف الخارجي في هذه اللحظة كما لم يفرض من قبل في أي انتخابات مصرية. بالمناسبة كل الانتخابات تتم على أرضية داخلية بقضايا داخلية، هذه المرة يعني شاء القدر أن تأتي هذه الانتخابات في ظل هذه المواجهة الساخنة وهذا الاشتعال الساخن، فهي هتبقى يعني عنصر أساسي ومهم في يعني خلينا نقول نحفز الهمم ان احنا الناس تنزل انتخابات علشان تقول الكلمه تاني وتدي دعم غير مسبوق او دعم مهم جدا للدوله المصريه وللمرشح اللي عايزينه المصريين. المرشح اللي هم عايزينه. دكتور عبد الله، طبعا انا بتفق مع المستشار محمود فوزي فيما يتعلق اختيار التوقيت قبل الصمت الانتخابي الساعه 12 بالليل، ده مهم جدا. هو طالع بمؤتمر في اللحظات الاخيره قبل صمت الانتخاب، لاني انا بتفق معاه في زياده اهميه الوزن النسبي لتصويت المصريين في الخارج بالذات مع الأحداث اللي احنا بنتكلم فيها دي، ده نوع من أنواع الدعاية السياسية للدولة المصرية ككل في هذا التوقيت، لأن احنا بنتحدث على أهمية المصريين في الخارج، أصواتهم مسموعة، ما يحدث أمام السفارات والقنصليات ده دعاية للدولة المصرية قوي جدا. عشان كده أنا بدعو لكل المصريين في الخارج يوم واحد واثنين وثلاثة للنزول، لأن ده بيمثل شكل للدولة المصرية مهم جدا. التصويت في غاية الأهمية أن يكون في أعداد كبيرة، لأن ده برضو هيدي انطباع وقوة للمصريين في الداخل للنزول، هم بيشجعوا البداية بتكون من عندهم زي ما قلت لحضرتك، فبالتالي ده تشجيع للمصريين في الداخل. فأنا أتمنى إن شاء الله يكون في نزول كبير، واتفق معاه فيما يتعلق بأنه هو فعلا المصريين في الخارج لهم وزن نسبي وسياسي قوي للغاية. أتمنى بإذن الله تعالى أن احنا نشوفه في يوم واحد واثنين وثلاثة. المستشار محمود فوزي ركز على ثلاث رسائل محددة. أنا أتصور أن الرسالة الأولى هو تذكير الناخبين المصريين في الخارج
بملامح ورؤى وبرنامج المرشح الرئاسي. اثنين، تذكرهم بالموعد الانتخابات، انه عندنا انتخابات في خلال في خلال في خلال ساعات. ثلاثة، ما يمكن ان يقدمه المرشح في حاله الانتخاب، في حاله انتخاب. هو ملخص بسيط جدا وخطوط عريضه لبرنامجه، لكن كان الهدف النبيل والرئيسي هو تحفيز المصريين في الخارج على المشاركه في الانتخابات والادلاء باصواتهم. اعتقد ان الرسائل كانت محدده وكانت واضحه، وأملنا معقود على انه المصريين في الخارج بما لديهم من فطنه، بما لديهم من حس سياسي عالي وادراك للمخاطر اللي بتحيط بالدوله المصريه، انهم يشاركوا، لانه مجرد المشاركه نفسها واختيار من يشاء من المرشحين الاربعه، انا اعتقد ان هو رساله انهم فاعلين وليس مفعولين بهم، انهم اصحاب حق في انهم بيستخدموا حقهم الدستوري في المشاركه في العمليه الانتخابيه. استاذ شادي، ممكن اقول كلمه سريعا؟ اتفضل. انا كنت اتمنى ان الثلاث مرشحين التانيين وما زلت اتمنى وعندهم الفرصه يعملوا نفس اللي عمله المستشار محمود. ما هو انت خد بالك، انت بتتفرج على حملات بتعرف مين اللي مخطط ومين اللي مش واخد باله ومين اللي بيتحرك على مستوى شعبي ومين بيعمل. هي المشاركه دي صالح عام، يعني دي مصلحه عامه للدوله. طبعا اتمنى انه ينضم كل المرشحين، احنا ندعو للتصويت في الانتخابات بكثافه. صحيح. اصلك طيب. الدكتور صبحي ياسين الخبير بمركز مصر لفكر الدراسات الاستراتيجيه، والاستاذ الدكتور عبد الله المغازي استاذ القانون الدستوري، والاستاذ عصام شيحه عضو المجلس القومي لحقوق الانسان ورئيس النظام المصري لحقوق الانسان المحامي بالنقد، هو والدكتور عبد الله المغازي. بشكركم جدا على وجودكم معايا، وهنتقابل نقيم ما يحدث من المصريين في الخارج. أرجوكم إلى المصريين في الخارج وشاركم، وأنا هضيف حاجة بسيطة جدا جدا، انزل انتخب اللي انت عايزه، بس انت هتنزل تنتخب مصر، انت نازل علشان خاطر العالم يتفرج انك انت نازل لمصر، لبلدك اللي انت بتحبها وانت عايش في الخارج أو في الداخل. نشوفكم بكرة على خير بإذن الله. الحياة اليوم.